سترك علينا من العين اللي علينا يا رب. ماشي يا عم، انا راح اجيب ان شاء الله سيرتين النهارده. ايه ابيع اللي معايا ده وكده يعني، واجيب السيرتين. هذا طاف اباي هم اللي في البهام بسرعه. ماشي حاضر. بقول سيرتين يعني ايش طفتها يا عم؟ اغير واجيل ده حاجه بتتاكل لو كده. هات لي معاك بالله عليك عشان ما اتغديت يا عم. عزه انت يعني السيرتين؟ السيرتين ده عافيه اباي التليفون ابو الكاميرات الايف ايفون. ايوه الايفون ابو الكاميرات دي بات امك تاكله ب 45000. ما هو ايوه ده. وانت هتجيبه تعمل بوه؟ هجيب يا عم، امسكه يا عم زي اصحاب. اصحاب ماسكينه في كليات وبروح بوه هنا وبروح بوه هنا. يعني يقول لك واد يعني نزيه. انت هتبيع له بقره؟ ما انا بحتها خلاص يا بقره. اه؟ من هو اللي انت سمعت بقى اللي ما حصلش. والله بحت بقره. بقره مين؟ اللي انت عطاها لي دي. انا ما اعطيتكش حاجه يا ابني، انا اعطيتك تعليفات. اعطيتك تعليفات. يا عم اعطيتك تعليفات. يا عم مش انت قلت له روح خد البقره؟ بقره ايه؟ اللي في البيت. خدها وديها لغطاك. يا راك. انت خدتها وديتها فين؟ قلت خدها ليا خلاص ابيعها بقى بتحت. والله. والله. ورحت اتفقت على الشركه. اتفقت. اطلع بالفلوس. اطلع بالفلوس. اطلع عند حل اللي جابه دلوقتي. حاضر امسك كده. امسك اهو احسبني اطلع بالفلوس بقى. ماشي. سيبني. حكي يا عم اكيد بحتها بسعر غالي. يلا بقى نخش. سعري جامد قوي. والله والله يحجبك قوي. ماشي. فجر من الاخر. والله والله. جدع امسك بقى ده خفيف. ده في الاول. ده في الاول خفيف. ده 10 جنيه. ما هي في الاول خفيف يا باي. ماشي ماشي ماشي. واحد 20 جنيه 4 5 ماشي. واحد انت كل ده ما يجيبولهاش العلف اللي انا على فلوس. امسك دي بقى التقيله دي يا خالد. دي التقيله؟ دي التقيله. دولار دي اللي فاضوا من 45000 بقى. ربيت اللي جاب امه.